السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في الفيديو الرابع المخصص لدرس الاشتقاق وتطبيقاته، دراسة الدول. في هذا الفيديو سنتطرق لمفهوم جديد، ألا وهو مشتقات مركب دالتين عدديتين، خاصية، نتائج، ثم أمثلة. مشتقات مركب دالتين، خاصية: لتكن F دالة معرفة على مجالين E و G دالة معرفة على مجالين G، بحيث F لـ E ضمن G و A عنصر من المجال E. إذا كانت F قابلة للاشتقاق في A وكانت G قابلة للاشتقاق في F لـ A، فإن الدالة جيرون F قابلة للاشتقاق في A، ولدينا جيرون F بريم لي A هي G بريم لي F لي A في F بريم لي A. الخاصية الثانية: إذا كانت F قابلة للاشتقاق على مجالين E، هذا هو الشرط الأول، وكانت G قابلة للاشتقاق على مجالين G، الشرط الثاني، فإن الدالة جيرون F قابلة للاشتقاق على E، الشرط الثالث هو F لـ E ضمن G. ولدينا مهما يكون X ينتمي إلى E، جيرون F بريم لـ X هي G بريم لـ F لـ X في F بريم لـ X. نتائج: إذا كانت F قابلة للاشتقاق على مجالين E و N عدد صحيح طبيعي بحيث N أكبر من أو يساوي N، فإن الدالة F أس N قابلة للاشتقاق على المجال E، ولدينا F أس N بريم هي N F بريم في F أس N ناقص 1. النتيجة الثانية: إذا كانت F قابلة للاشتقاق على مجالين E ومهما يكون X ينتمي إلى E، F لX موجبة قطعا، فإن الدالة جذر مربع F قابلة للاشتقاق على المجال E، ولدينا مشتقة جذر مربع F هي مشتقة F على 2 جذر مربع F. أمثلة: نعتبر الدالة العددية H المعرفة على R بما يلي: H لX تساوي كوسينيس X أس 2 زائد X. نضع F لX تساوي x أس 2 زائد x، أي الدالة المتواجدة داخل كوسينوس، و g لـ x هي cos x. سنحاول تطبيق شروط الخاصية. إذن h لـ x هي جيرون f لـ x، ولدينا f قابلة للاشتقاق على r لأنها دالة حدودية، وكذلك G قابلة للاشتقاق على R، القوس قابلة للاشتقاق على R، دالة اعتيادية، وكذلك F لـ R ضمن R، F لـ E ضمن G، بحيث R هو E وفي هذه الحالة R هو G، لأن صورة مجال بدالة متصلة هي مجال، إذن F لـ R عبارة عن مجال، ونعلم أن كل مجال ضمن R. ومن هنا سنتج أن الدالة H قابلة للاشتقاق على R، ولدينا مشتقة H هي مشتقة G لـ F لـ X في مشتقة F. لدينا مشتقة F هي 2X زائد 1، ها هي F بريم. مشتقة الكوسينوس هي ناقص السينوس، و G بريم لـ F لـ X أي ناقص سينوس لـ F، و F هي X أس 2 زائد X. المثال الثاني: نعتبر الدالة العددية H المعرفة على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية بـ H لـ X تساوي سينوس جذر مربع 2X زائد 4. نضع F لـ X هي جذر مربع 2X زائد 4، و G لـ X هي سينوس X. إذن H لـ X هي جيرون F لـ X. لدينا F قابلة للاشتقاق على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية، لأن الدالة المتواجدة
داخل الجذر أي المعرفة باثنان إكس زائد أربعة قابل للاشتقاق على R لأنها دالة حدودية. ومهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص اثنان زائد ما لا نهاية لدينا اثنان إكس زائد أربعة أكبر قطعا من الصفر. في هذه الحالة استعملت الخاصية جذر مربع T قابل للاشتقاق على مجالين E إذا تحقق الشرطان: لكل إكس ينتمي إلى E تي إكس أكبر قطعا من صفر، والتي قابلة للاشتقاق على E. ولدينا كذلك الدالة جي قابلة للاشتقاق على R، سينوس قابلة للاشتقاق على R. ثم صورة المجال ناقص اثنان زائد ما لا نهاية عبارة عن مجال، لأن صورة مجال بدالة متصلة عبارة عن مجال، ونعلم أن كل مجال ضمن R. إذن الشرط الثالث محقق، F لـ E ضمن G، صورة مجال بدالة متصلة عبارة عن مجال. إذن شروط الخاصية محققة، وبالتالي نستنتج أن الدالة H قابلة للاشتقاق على المجال ناقص 2 زائد ما لا نهاية. ولدينا H بريم لX هي G بريم لF لX في F بريم لX، أي تساوي 1 على جذر مربع 2X زائد 4 في كوسينوس جذر مربع 2X زائد 4، لأن G بريم لX هي مشتقة سينوس، ومشتقة سينوس هي الكوسينوس، ها هو كوسينوس F لX. ثم مشتقة جذر مربع 2X زائد 4 تحت الجذر هي مشتقة 2x زائد 4 الكل على 2 جذر مربع 2x زائد 4 تساوي 2، مشتقة البسط هي 2 والمقام دون تغيير. ثم نختزل بالعددين 2 و 2 فنحصل على f بريم لx تساوي 1 على جذر مربع 2x زائد 4، وها هو التعبير قمنا بكتابته هنا. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا هذه الفقرة، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل بحول الله.